تاج الخودة. يطوع الخيل عول للصدى ورمي سرجك فوق لدهم الغوار. يا مرسولي عرقه زين الهدى وروح للمتهون بها رد اخبار. يا مرسولي عرقه زين الهدى وروح للمتهون بها رد اخبار. ماك مولة الاوصاف سابغ الثمدة وهج عليا حبها عصر جبار. استحكم بالقلب رهش علي وقدا وراني ليها كي العبد بلا تحرار. ما نعشق شي غيرها تاج الخودة وما نكتم شي حبها نفرح لصار. شعار سنة استثنائية بإبداع استثنائي. مهرجان الدولي لفيلم هوات بمدينة وجدة الدورة السادسة ديالو، الدورة رقمية، الدورة اللي عندها بزاف ديال التحديات. من أول تحديات ديالها هو أن الدورة تخرج الأرض الواقع، خصوصا هذا العام كانت تعاملوا مع المواقع التواصلية وخاص الميساج يوصل واحد الرسالة ديالو اللي كيوصلها كل سنة رغم الظروف رغم كل شيء. هاد السنة عن بعد يعني سنة خاص يكون فيها واحد الإبداع آخر. يعني إبداع هو أنه كان صوروا جميع الفقرات المهرجان، كان حاولوا أنهم يتبتوا عن طريقة اللايف للمواقع التواصلية. بالنسبة للبرنامج هذه السنة كان برنامج غني، كان برنامج فيه فقرات سينمائية، برنامج اللي كان احتمره كل سنة منذ 5 سنوات. معنا في التكريم هذه السنة عبد الرحيم المنياري ممثل غني عن التعريف، كذلك معنا الفريد بوجيدة ناقد سينمائي مغربي، وكذلك الراحل الإهداء الدورة الراحل المنتج المغربي يونس أيت الله. بالنسبة هاد السنة هذه اللي ربحناها واللي كعدنا واحد ربح كبير هو أن التتبع ديالنا ما بقاش محاصر فقط على المسرح أو على العدد القليل ديال الورشة التكوينية كيحضروا معنا 30 أو 40. يعني كتلقى أنه كتبت الورشة التكوينية أو العروض أو الحفل افتتاح أو الحفل اختتام، كتلقى أنه كتباسي 1000 ولا 2000 متتبع معك يعني في هذا العرض هذا. ومن بعد كيبقى داكشي مسجل، ومن بعد كما نقولوا الناس كترجع وكتشوف المحتوى من جديد. هذا هو الربح الاكبر في هذه الدوره الرقميه. كما كتعرفوا انه بالاضافه للفقرات المهرجان اللي هي الورشات والتكوينات وكذلك التكريمات، عنصر اساسي في المهرجان هو المسابقه الرسميه. المسابقه الرسميه اللي كيكون فيها بزاف ديال التفاصيل، اهمها هو العنصر الاساسي اللي هو لجنه التحكيم. لجنه التحكيم كما تعرفوا انه التواصل خصو يكون مباشر، بحيث انه المعلومه خصها تكون واصله بالنسبه لجميع لجنه التحكيم. وبحكم الجائحه كما كتعرفوا هو انه جميع الاعضاء ديال لجنه التحكيم وبالصبغه الدوليه ما تمكنوش الحضور هنا في مدينه وجده، بحيث اننا استقبلنا ممثل من اللجنه اللي هو نائب الرئيس اللي هو سعيد النيولي اللي تمكن من الحضور هنايا وانه يلقي المحضر الافتتاحي. ولكن التواصل ما بين اللجنة كان عبر تقنيات التواصل، وكذلك بالنسبة لنا كان عنصر الأساسي هو تكوين لجنة اللي كتعطي التنسيق السلس ما بين اللجنة وما بين نحن كإدارة مهرجان، باش أننا نعطيهم المعلومات اللازمة اللي يحتاجوها، وهما كذلك يعطونا الملاحظات واللوازم اللي يقدروا يشتغلوا بها باش يقدروا يعطيونا التقييمات والملاحظات ديالهم بالنسبة للأفلام اللي نعلنوا عليها في حفل الاختتام. هذه العملية هذه كتمر مجموعة ديال المراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة مشاهدة الأفلام، هذه المرحلة هذه اللي كنعطيو الوقت فيها للجنة انهم ياخذوا راحتهم ويشوفوا الافلام بشكل فردي. بعدها كتتم عمليه مناقشه الافلام بواحد الاجتماع مغلق كيجمع منسقي الجمعيه وكذلك لجنه التحكيم. بعدها كتكون المداوله اللي يتم فيها مناقشه الجوائز لمن يستحقها في هذه الدوره. واخيرا وهو تحرير المحضر وارساله بكل شفافيه ومصداقيه للجمعيه اللي كتباشر بدورها عمليه الاعلان على الجوائز في الحفل الاختتامي للمهرجان بكل سريه وبكل موضوعيه. هذه السنه كانت سنه استثنائيه، حاولنا نحافظ على البرنامج السنوي من اجل تقديم ورشات، كانت ورشه السيناريو وورشه الاخراج، كما كذلك قمنا بزياره الاطفال من أجل تصوير برنامج سينما جينيور اللي كيهتم بالأطفال. كانت تجربة جديدة وجميلة، حاولنا أننا نكبروا دائرة المستفيدين للورشات، وكانوا يعني متتبعين بزاف ولقات إقبال. هاد السنة كيعرف انتقال من الصبغة الوطنية للصبغة الدولية. كنا نتمنى أنها تكون دورة حضورية لكن مع الجائحة ما تمكنش ذلك،
فبالرغم من الجائحة حافظنا على الدورة، وكانت بشكل استثنائي وبشكل غير اعتيادي، كانت نسخة رقمية بطبيعة الحال مع حفاظ على جميع فقرات المهرجان من تكريمات من ورشات تكوينية، كان هناك كذلك توقيع كتاب، بالإضافة إلى فقرات أخرى تم خلقها من طرف إدارة المهرجان.